السلام عليكم يا احلى عائلة في اليوتيوب. رجعت لكم بفيديو جديد وهي المرة لعشاق الهامسترات. فانا حاليا حنظف قفص هاستري، الهامستر هاستري عندي هون، لانه لاحظت عليها علامة من اكثر العلامات اللي تدل على انها قربت تولد، واللي هي انتفاخ واضح في البطن. فلما تلاحظون انه الهامستر خلاص صار بطنها منتفخ، فأكيد يا إما حتولد بعد يومين أو بعد ثلاثة أو بعد أربع أيام. فرح أنظف القفص، وانتو عارفين إنه القفص بتاع الهامستر الحامل بيكون فيها أعشاش، وهي بتكون يعني عنيفة شوي. بس هاستري ما أنا عنيفة معي، لأنه هي صار لها سنة وهي معي، يعني تربت معي ومتعودة عني. فالمهم هنظف القفص معاكم، لانه انتو بتحبوا روتينيات بتاع الهامستر وشو بعمل مع الهامستر. فهذا الفيديو لعشاق الهامستر، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتعليقكم الحلو. فها هي هاستري عم تاكل، وانا بدخل ايدي بالهدوء في القفص. ما بعرف اذا حتلاحظوا الانتفاخ، بس انا يعني كل يوم بشوف في تغيير عليها. طبعا هي حتكون الهامستر بتاعتكم، فانتو حتلاحظوا الفرق. وكمان يعني انا حاسبة يعني يوم الولادة، يعني اليوم اللي حتولد فيه، يعني بعد يومين يمكن. فحاليا هي عندها عش في هذا المكان، وعش في هذا المكان. المهم ححاول اني اترك هذا العش واترك هذا العش وننظف القفص. وطبعا هاخد الهامستر في علبة تانية، فخليكم راح تشوفوا كل شيء في الفيديو. بعدين نشيل كل الأغراض يلي بتكون في القفص، لأنه بالنسبة للهامستر الحامل أو اللي راح تولد لازم يكون القفص فارغ يحتوي على نشارة الخشب وبس. فكل هاي النشارة هاخدها، وهذا هخليه في مكان هاخده وبعدين هرجعه. فكل هاي النشارة هاخدها إلا القليل من النشارة. لازم وضروري تتركوا القليل من النشارة. انا اخترت هذا المكان اللي كانت عم تنام فيه، ويعني هو مانو متسخ، مانو فيه بلل، فأحاول اني اترك القليل من هذه النشارة عشان لما ننظف القفص ونجيب نشارة جديدة نرجع النشارة هذه في القفص، عشان الهامستر ما تتغير عليها الريحة بتاع القفص والجو وبس هيك. النشارة يعني راح ارميها، النشارة اللي فضلة هون راح ارجعها للقفص. وطبعا هذا الاكل يلي انتم ممكن تفتكروه انه مش مهم، هذا مهم، لازم ان نرجعه للهامستر، لانه الاكل هذا فيه ريحتها، وكمان هذا الاكل جاف يعني ما له بيتعفن. فمشان هي لما تروح للعش يعني تلاقي العش اللي فيه ريحتها وما تتغير عليها الريحة وتهجر المكان، او لما تولد يعني ممكن تخسر اطفالها. فراح نرجعه لهذا المكان. فحاليا بحاول اني اشيل هو ما في بلل، بس يعني انا بنظف القفص. انا سبق ونزلت يعني كيف بنظف القفص، بجيب الماء بتاع الزجاج وبنظف به القفص، لكن حاليا ما بدي اعمل هذا الشيء، لانه راح ياخذ لي وقت واستنى لحد ما الريحه تروح، وانا يعني بدي ارجع الهامستر بسرعه لقفصها. فراح احاول اني اجمع كل هاي بهذا الشيء، يعني ما في بلل، ما في ولا ريحة، ما في اني تقريبا لما بيكون عندي قفص كبير فالهامستر ما يعني ما بتعمل ريحة كتير.
فراح اجمع هاد وراح اجيب النشارة الجديدة. الهامستر كانت قاعدة هون، فراح احاول اني اجيب نفس النشارة اللي كانت عندها في القفص واحطها هون. فهذا اللي عم تشوفوه هون يعني ما لها فضلات، هي بذور، قشور بذور دوار الشمس. فراح احاول اول شيء اعمل زي كانني بطبخ وبرش شويه ملح وهون شوي عشان الريحه، يعني شوفوا هاي اعطيتها لها امبارح فراح اشيلها، لانه الجزر والخاص وكل هاي الاشياء لازم نشيلها كل يوم. بالنسبة لهذا المكان، هي كانت عندها حفرة هون، فراح نرجع الحفرة في مكانها. والباقي فننظره في هاي الجهة، وكمان شوية في العش، شوية هون وشوية ملح هون عشان يكون الطبق حلو. بس هاي تقريبا راح اشيلها. فحاليا اجيب الهامستر، بس اول شيء حرجع الاكل اللي كان في هذا العش وفي هذا المكان. نتأكد جيدا انه الاكل اللي في العش هذا ما فيه طعام، يعني الخضر والفواكه، انه مو لازم انه نرجع العش اللي فيه خضر وفواكه. فانا بتفقد اذا كانت يعني جزره او خس او اي شيء اشيله، لانه الاكل الجاف ما بيتعفن والاكل العادي طبعا بيتعفن. فاكيد انتوا حتقولوا يا نسترين يعني كل هاي الاحتياطات عشان الهامستر ما تاكل اطفالها. ايه، هاي كل الاحتياطات عشان الهامستر ما تاكل اطفالها، بالنسبه للمربين الجدد، بالنسبه للناس اللي يشتروا هامسترات كبيره في السن يعني منها متعودة عليهم. حتشوفوني في اول الفيديو انا حملت هاستري في الكوباية بتاع البلاستيك عشان يعني ما تعضني او ما تكون عنيفة معي. بس ده بالنسبة للناس اللي ما عندهم همسرات متعودين عليهم. بالنسبة لهاستري انا بحملها، وحتى لو يعني غيرت العش انا ما اعتقد ان هي حتاكل اطفالها، لانه هي متعودة عن صاحبتها. فحاليا حجيب الهامستر هاستري. فاحنا هلأ نظفنا الهامستر، يعني هاي هي الخطوة المهمة يلي لازم تعملوها بعد ما تشوفوا انه الهامستر انتفخ بطنها، لانه ما رح ننظف حاليا القفص لحد ما تمر اسبوعين بعد الولادة عشان ما تاكل اطفالها. انا الاحتياطات هذه دايما باخدها عشان ما افقد احد الهامسترات، لانه في بعض الاحيان بيقولوا لي لا انا بنظف الهامستر، بنظف الاقفاص عادي والهامستر ما بتاكل الاطفال. انا بقول الاحتياط واجب، لانه الكثير من المربيين يواجهون مشكل انه الهامستر بتاكل اطفالها لعدة اسباب. وفي سبب هو انه احنا نشوف انه الهامستر ولدت ونروح ننظف القفص كله، وده غلط. فلازم انه نستنى لحد ما يكون الاطفال عندهم اسبوعين، وكل يوم يعني نبحث في العش ونبحث عن البقايا الطعام المتعفنة، نشيل شوية مثلا كان هون في بلل نشيل البلل ونعوضه بنشارة جديدة. لكن نشيل كل شيء من القفص ونجيب نشارة جديدة واكل جديد، فهذا حيوتر الهامستر وحتخاف، وممكن انها يعني تتغير تصرفاتها معك. فبس كان هذا فيديو لليوم للناس الجدد اللي بيربون همسترات وبيسألوا عن ما هي العلامة اللي يعني تدل على اقتراب ولادة الهامستر، كيف ننظف قفص الهامستر الحامل، وكيف يعني كيف نخلي الهامستر ما
تنزعج لما ننظف القفص. أشوفكم في الفيديو القادم. لا تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع أصحابكم اللي عندهم هامسترات، ولايك للفيديو واشتراك للقناة. أشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.